تنسيق مركزي محلي في البصرة لإزالة التجاوزات بشكل عام في جميع أراضيها، إثبات بأن الحملة لا تتأثر بالضغوطات السياسية والحزبية هذه المرة. بهدف جعل البصرة تنعم بمساحات خضراء خالية من العشوائيات، أيدت الأوساط الشعبية الحملة الكبرى لإزالة التجاوزات المنتظر أن تنفذ وفق التنسيق بين الحكومتين المركزية والمحلية والجهد الهندسي لمحافظة البصرة، خصوصا تلك التي استهدفت منازل التجاوز المستخدمة من قبل العناصر الإجرامية. أكرر وأقول نحن مع رفع التجاوزات، خاصة مما ادعى به محافظ البصرة بأن هذه الحملة ستشمل البؤرة التي تمثل أماكن الجريمة بالنسبة للمنازل التي تمثل بؤرة للجريمة، يجب أن تزال، لكن يجب أن تبدأ بالمتنفذين حتى يسلم المواطن البسيط أمره وينتقل إلى أماكن مهمة بدل عن التجاوز. الآراء الشعبية لفرض هيبة الدولة من خلال القضاء على التجاوزات بعيدا عن المحسوبيات الحزبية تطالب الجهات المعنية بضرورة مراعاة نقاط عدة تتعلق بما بعد الإزالة، وأهم تلك النقاط تحويل المساحات الشاسعة إلى حدائق عامة، فضلا عن توفير البدائل العملية لأصحاب الدخل المحدود. أصحاب الدخل المحدود يحتاجون إلى هذه الأماكن لإقامة يعني مشاريع صغيرة بشكل مرتب. يعني احنا نشد على سواعد اليوم الحكومة بهذه المبادرة بإزالة التجاوزات التي بصراحة يعني تزيل الشكل الجميل للمدينة. اليوم البصرة أصبحت يعني محتلة بشكل كبير من قبل المتجاوزين. كل بديل يطي مع إيجاد البديل، مو يشيله ويخليه محتار. وكانت البصرة قد شهدت قبل عامين حملة كبرى لإزالة التجاوزات شملت مئات المعارض الخاصة ببيع المركبات والأدوات المنزلية، إلا أنها توقفت وعاد المتجاوزون لشغل ذات الأماكن، وسط بصيص أمل بأن تكون خطوات الإزالة هذه المرة أشد ضراوة من سابقاتها. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.